جديد لازم نفهم المواطن، ما راحش ننتخب على مؤسسات شرعية برك، راح لأول مرة راح أنت اللي تعين الحكومة عشان يشوف الناس، ماشي يفهمكم مليح. اللي أول مرة رئيس الجمهورية سمح في الصلاحية دستور جديد، قال لك الحكومة خيار الشعب، بمعنى الأغلبية ولا بعض التيارات السياسية تتفق لدي الأغلبية هي اللي حتشكل حكومة، إذا الحكومة نابعة من إرادة شعبية، وهذه القفزة الجديدة جابها القانون.